أحبتي الطلبة، طلبة فلسفة التنمية حيثما كنتم في المغرب في الجزائر، وأحبتي في الهند كما تواصلوا معي. يعني الآن أقدم في هذه النظرية كما وعدتكم، نظريتي الخاصة بي، نظرية الهزيمة التراكمية أو ما يسمى Theory of Cumulative Defeat. أرجو أن يكون فيها الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. ذكرت في المحاضرة على الزوم قبل 4 أشهر لكم بأن الأمم تتعرض بين الفينة والأخرى إلى انتكاسات وهزائم بأشكال مختلفة، وتكون الانتكاسة أو الهزيمة متعددة الأبعاد. هناك هزيمة اقتصادية أو ما يسمى economic defeat، مفادها بأن الدولة المعنية لم تستطع تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب للمحافظة على مستوى مقبول من المعيشة للسكان، أي أن الدولة فشلت في تحقيق غاياتها في معركتها الاقتصادية. هنا هزيمة سياسية political defeat، مفادها بأن الخصوم السياسيين للدولة، سواء كان الخصوم دولة واحدة أو عدة دول block of nations يعني، أو مجموعة من الأشخاص، تمكنوا من الانتصار على هذه الدولة في المجال السياسي. هناك هزيمة مجتمعية societal defeat، مفاده بأن الدولة لم تتمكن من خلق مجتمع متعاضد متقارب فكريا وأخلاقيا ومتوحد بدرجة عالية حول قضاياه المصيرية، بصرف النظر عن اختلاف العقائد الدينية التي يحملها الأفراد. هزيمة عسكرية military defeat، مفاده بأن الدولة مهزومة عسكريا أو لا تقوى على الدفاع عن نفسها من أعدائها الخارجيين. هناك هزيمة بيئية أخلاقية environmental moral defeat، مفادها بأن الدولة تتعرض لخراب بيئي مستمر بسبب أخلاقيات الاستهلاك والإنتاج المتردية، ولا تستطيع درء مخاطر الخراب المتراكم. وهناك أخيرا هزيمة أسرية familial defeat، مفادها بأن ثلاثية الدولة الأسرة المجتمع، هاي الثلاثي الدولة الأسرة المجتمع، غير قادر على إنتاج الفرد المنتمي. الآن هذه الآن أنواع الهزائم، دعنا نكررها هنا على شكل رسومات توضيحية. هزيمة اقتصادية تدعم وتتعاضد مع هزيمة سياسية، تدعم وتتعاضد مع هزيمة مجتمعية، ثم تدعم هزيمة عسكرية، هزيمة بيئية، وأخيرا هزيمة أسرية. هذه الآن تعاضد وتراكم كل هذه الهزائم يؤدي إلى ما يسمى الهزيمة الشاملة بفعل تراكمي، cumulative causation. cumulative causation. نتابع. عادة ما تبدأ الهزائم وتتراكم الانتكاسات من الأسرة، لاحظوا لي من الأسرة، باعتبارها نقطة الأصل التي ينبني عليه المجتمع ثم الدولة ثم العالم من حولنا. يبدأ بناء الأسرة الأساسي من شخصين، الأب أف والأم أم، father mother، وتعتمد دالة الإنتاج الآن سنعرفها. هذه الدالة الإنتاج production function يعتمد على مستوى كل شخص وتفاعله مع الآخر داخل الأسرة، والإنتاج هنا هو كمية ونوعية الأشخاص الذين ينحدرون من هذين الشخصين. إذن الآن F وM، الأب والأم يتفاعلان، تفاعلهم يؤدي إلى شكلين من يعني النتائج، الكمية اللي هو عدد الأشخاص الذين ينجبهما، والشكل الآخر اللي هو نوعية هؤلاء الأشخاص. تعرف، بعتذر هنا خطأ طباعي، تعرف الكمية في سياق النظرية بأنها عدد الأفراد الذي يختار الأب والأم أن ينجبوه، وتعرف النوعية بأنها مستوى لياقة الشخص المنجب. المقصود باللياقة هون مستوى اللياقة هو القيم الأخلاقية التي يحملها، وسنعرف بعضها بعد قليل. يحمل مستوى اللياقة اللي هو القيم الأخلاقية كيفيات، هنا كيفيات اللي هي qualities أو نوعيات qualities، قيم أخلاقية values باللغة الإنجليزية، values يعني هؤلاء الأشخاص بيحملوا values، إما بتكون نوعيات متردية أو نوعيات عالية، هنا متعددة، مثل الصدق value، قيمة أخلاقية نوعية، الأمانة، الإخلاص، الاجتهاد، حب العمل، حب الآخرين، حب الوطن، الوسطية في الاستهلاك، التفكير، وهكذا. لكن لكل واحد من هذه النوعيات مضاد ينفيه، مثل الكذب ينفي الصدق، الخيانة ينفي الأمانة، الإهمال أو التفريط ينفي الإخلاص، وهكذا. تأخذ كل قيمة، هنا القيمة هي الصدق، الأمانة، الإخلاص وما شابه، اللي هي كل نوعية تأخذ، أو القيمة الأخلاقية تأخذ قيمة عددية معينة. وعلى سبيل المثال الصدق الخالص يأخذ القيمة 100% اللي هي واحد صحيح، أما الكذب الخالص فيساوي صفر،
والأمانة الوسطية تأخذ القيمة 50% اللي نص بالحالة هاي، يقابلها إهمال أو خيانة بمقدار 50%. لاحظوا لي هنا 50%، إذا كنت أمين بمقدار 50% فأنت خائن بمقدار 50%، إذا كنت صادق بمقدار 50% فأنت كاذب بمقدار 50%، وهكذا. نتابع. تفترض نظرية الهزيمة التراكمية بأن المدخلات الأولية للأسرة وهما الأب والأم تتفاعل، هذه المدخلات الانبوتس تتفاعل دي والانتراكت يعني في الفضاء النوعي، لا نتحدث الآن عن عدد الأشخاص اللي بنتموا يعني كم ولد خلفوا أو أنجبوا، لا نتحدث عن نوعية الأفراد الذين تم إنجابهم أو أنجبهم الأب والأم. فهنا الفضاء النوعي qualitative space أي في فضاء الصدق والأمانة والإخلاص أو العكس، وما ينفي كل واحد من هذه النوعيات. وعلى سبيل المثال لو كانت قيمة الصدق عند الأب تساوي واحد صحيح اللي هو 100%، هو صادق 100%، والأم كذلك أن القيمة ذاتها عند الأم، فإنما يسمى التفاعل الضربي multiplicative interaction بين الاثنين الأب والأم للأبوين ينتج قيمة كاملة للصدق، كما في المعادلة الآتية. الآن هذا الفاذر الأف يتفاعل مع الأم، هنا عندي واحد صحيح واحد صحيح تساوي واحد صحيح للقوة واحد صحيح وتساوي واحد صحيح. بمعنى آخر هنا تعني هذه النتيجة بأن الناتج الأسري من قيمة الصدق يكون كاملا. أما إذا كانت قيمة الصدق عند الأب 80% على سبيل المثال وكانت عند الأم 90%، فإن الناتج الأسري من قيمة الصدق تنخفض، لاحظوا لي، من 80 ضرب 90% طبعا تساوي 72%، ما يعني بأن تراجعا أخلاقيا كبيرا قد حدث داخل الأسرة، لأنه هذا الشخص يكذب بمقدار 10% وهذا يكذب بمقدار 20%، وبالتالي قيمة الصدق الأسرية انخفضت إلى 72%. لو افترضنا الآن بأن الأسرة تتكون من 3 أشخاص أب وأم وولد، وكانت مستويات قيمة الصدق كما يأتي، لاحظوا لي كل واحد منهم 90% الأب 90% الأم 90% الولد، يعني لو أنه نظرنا بشكل مفرد لكل واحد منهم هذا مستوى عالي من الصدق، فقط عنده 10% كذب. لكن عندما تتفاعل يتفاعل أفراد الأسرة فالناتج الأسري من الصدق يكون ماذا؟ 90% ضرب 90% ضرب 90% يساوي 72.9 تقريبا، أقل من 73% قيمة الإنتاج الناتج الأسري من الصدق. ويرد هذا الانخفاض الكبير في الناتج الأسري من الصدق إلى التفاعل الضربي بين الأفراد اللي سمينا هنا multiplicative interaction. نتابع. لو تخيلنا بأن أفراد الأسرة بما فيهم الأب والأم كانوا 10، الآن 10 أشخاص الأب والأم والأولاد والبنات صاروا 10، ومستويات الصدق كانت كما يلي، لاحظوا لها 99%، يا سلام قرب يعني اقترب أن يكون كاملا، هنا كذلك الأمر 50% 90، لكن هذا 50% وهكذا. لاحظوا لما الذي يحدث الآن، الناتج الأسري من الصدق إذا أعطينا، إذا علمنا بأن مستويات الصدق لهؤلاء الأشخاص كانت كما يلي، لاحظوا لي ولا واحد منهم، ليس أي واحد منهم انخفض عن 50%. لاحظ ما الذي يجري الآن، عندما يتفاعلوا مع بعض بتكون الناتج الأسري من الصدق انخفض إلى 28.1%، أقل من 29%. هنا كارثة، هنا تكمن كارثة أخلاقية تنشرها هذه الأسرة، الكارثة الأخلاقية في المجتمع. هنا لا أظن، لاحظوني الأم تتميز ب يعني نسميها قيمة صدق 80%، أي تكذب بمقدار 20%، وهنا الأب يصدق بمقدار فقط 10%، عفوا 90%، يكذب بمقدار 10%. لا، لكن عندما يتفاعل وينجب أطفالا هذه العادات تنتقل للأطفال، وبالتالي هذا سيكون صادقا بمقدار 72%، والبنت ستكون صادق بمقدار 72%. نتابع. ينطبق هذا القانون على كل القيم التي تدعم وجود المجتمع أو تعمل على هدمه التدريجي، ولنا أن نتخيل كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ الأساسي في المجالات الأخرى، الاقتصاد والسياسات الاقتصادية، السياسة والمبادئ التي تحكم عمل الدولة، القوى العسكرية واستعداداتها للدفاع، المجتمع وتفاعلاته، البيئة والتفاعل معها. دعنا ننظر إلى مثال حي من واقع المجتمعات المعاصرة. لنفترض بأن مجتمعا ما يتكون من 10 أشخاص فقط لتبسيط المثال. هذا المثال حقيقي لكن بنطبق على مدينة مثل نيويورك أو مثل لوس أنجلوس كما شاهدت بعيني. فكانت قيمة النظافة مثلا في هذا المثال عند 9 أشخاص منهم
كاملة 100%، وكانت عند العاشر 10%. لاحظوا لي إن فإن المجتمع الناتج المجتمعي من قيمة النظارة تنحدر إلى 10%. الكامل ضرب الكامل ضرب الكامل، بالأخير هذا الشخص الذي ليس نظيفا بالمستوى المطلوب أدى إلى انخفاض الناتج المجتمعي من النظافة إلى 10%. لاحظت بنيويورك بمنطقة مانهاتن منطقة نظيفة رائعة جدا جدا، لكن سبحان الله يدخل يعني فيها ممكن يكون نص مليون في خلال النهار. معظم الناس نظيفين، 10-15 إنسان بيكونوا يعني ليس بمستوى راقي من النظافة يعني يحول المكان إلى مكان مكب نفايات. أي أن الآن بمقدور شخص واحد أن يقلب حياة المجتمع إلى جحيم بيئوي. هذا المثال رأيته في كثير من عواصم العالم، رأيته في واشنطن، رأيته في لندن، رأيته في باريس وهكذا. نتابع. لنفترض بأن في مدرسة ما 10 معلمين، وكانت قيمة الإخلاص في تعليم الطلبة عند 9 معلمين كاملة، وكانت عند العاشر نصف، فإن الناتج المجتمعي من قيمة الإخلاص تنحدر إلى 50%، وبالتالي تكون نوعية الطلبة المتخرجين من المدرسة عند نقطة الوسط الحسابي. وفي مثال آخر، حول معركة يخوضها جيش مثلا معين ضد عدو ما، كان كل الجنود المقاتلين مخلصين بشكل كامل في الدفاع عن وطنهم، لكن واحدا منهم كان خائنا، فهذا الخائن سيقضي على كل جيش بلده بخيانته بنقل الأسرى إلى العدو. لاحظوا لي من الذين هذا مهمل أو خائن، كلهم كاملين ما عدا آخر واحد خائن. لاحظوا لي من الذي يحدث هنا، يؤدي إلى هزيمة نكراء، وإن كان كل أفراد الجيش رائعين، لكن واحد خائن ممكن أن يدمر الجيش ويلحق هزيمة بالبلد. هذا المثال مستوحى من حكمة صينية سأذكرها فيما بعد إن شاء الله. الآن لنفترض بأن هناك 10 عاملين في مؤسسة حكومية في دولة ما، وكانت كفاءة العمل عند 9 أشخاص منهم كاملة، وعند العاشر 30%، فإن الناتج المؤسسي ينحدر إلى 30%، وبالتالي يكون الناتج المؤسسي لمصالح المتعاملين قد انحدر إلى أقل من النصف. عندما تتراكم القيم النافية للكمال والإخلاص والصدق والأمانة والعلم والمعرفة والتدبر العقلي، يتعرض المجتمع إلى هزائم متتالية تعمل على انهياره آجلا أو عاجلا، والنتيجة النهائية تعتمد على جودة جهود الإصلاح. هنا هذه الآن لحقت بها هزيمة، فشلت فشلت فشلة، هنا فشل تراكمي من أفراد المجتمع. وأخيرا الآن، كيف يتحقق الانتصار العظيم؟ الأسرة والتزام الأبوين، المدرسة وإخلاص المعلمين، الحارة والجيران والتعاون، المجتمع وعاداته، وأخيرا الحكومة وقوانينها الراشدة، ستؤدي إلى انتزاع الانتصار العظيم إذا أحسننا الآن إنتاج أسرة وأفراد أسرة بنوعية قريبة من الكمال. المدرسة وإخلاص المعلمين قريبة من الكمال، الحارة والجيران تكون نظيفة والجيران متحابين وهكذا وهكذا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة. أحبتي طلبة فلسفة التنمية، حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.